اليوم شهدنا تنظيم يوم دراسي حول ضوابط وأخلاقيات العمل الإعلامي الذي نظمته لجنة الاتصال. هو شيء جيد، خاصة أنه يستبق مناقشة القوانين الثلاثة التي أحيلت على المجلس الشعبي الوطني المتعلقة بالإعلام والصحافة الإلكترونية والمكتوبة والسمع البصري. فنحن من هذا المنطلق وباعتبارنا في خندق واحد مع الإعلاميين في الدفاع عن الحريات، وجب أن ندافع جميعنا مع الصحفيين ومع مختلف الشركاء في موضوع الحريات، ندافع عن التوجه نحو الانفتاح وليس نحو الغلق. للأسف يعني مشاريع القوانين التي وردت إلينا فيه نوع من التضييق، رغم أن الدستور 2020 يعني جاء بشكل يفتح الحريات ويفتح ويدافع عن الحريات الإعلامية، ولكن هذه القوانين للأسف جاءت فيها نوع من التضييق ونوع من يعني تحجيم دور الصحفي، وكأنه قانون عقوبات للصحفي. نحن نؤمن أن الصحفي يجب أن يتحمل مسؤوليته، وبقدر ما يقدم الخدمة العمومية ويحتكم إلى الضمير المهني وأخلاقية المهنة بقدر ما يتحمل المسؤولية، ولكن يجب أن نعتقد من جهة أخرى أن الإعلامي والصحفي ووسائل الإعلام لها دور سلطة يعني تقديم الخدمة العمومية، سلطة الرقابة حتى على الجهاز التنفيذي من خلال كشف ربما بعض القضايا وبعض المشاكل الموجودة في المجتمع، حتى تساهم هي من دورها في بناء جزائرنا التي تسع الجميع، ولا ينبغي للجزائر أن تحتكم للرأي والأحادية في النظرة وفي المقاربة. لو كانت هناك فعلا حريات كافية في الجزائر خاصة في الإعلام، لما استطاع هؤلاء الموجودون خارج من وراء البحار، لما استطاعوا أن يجندوا ملايين الجزائريين من خلال صفحاتهم أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لأنهم فعلا اختطفوا كثير من الجزائريين بسبب أن الجزائريون أو وسائل الإعلام في الجزائر لا تستطيع للأسف الشديد في هذه المرحلة أن تتبنى القضايا الجوهرية، ولا تستطيع أن تدافع فعلا عن القناعات مهما اختلفت مع توجهات السلطة الحاكمة.